وين كنا صرنا؟ النيب محمد قباني ليه بضله زعلان ومعصب؟ يعني مسيو شو عبالك ممدد لإلك وبتقبض معاشك وقاعد عن جد ليه معصب؟ حاولت تتصل فيه دادي لنسأله على الهوى عن كمان الشيء له علاقة بالسير بلبنان وخطة السير الجديدة وهيك، فقالت له من قبل ريما جيم، فقال لها شو بها ليه هي ما بتحكيني؟ انه تواضع شوي معلي، طلع معي على الهوى بحكيك قد ما بدك. شو هالطريقة؟ وطبش الخط بوجهي؟ عيب الشوم. صراحة أنا ما كنت كتير محمسة يعني يحكيني. لك الحقيقة الياس أبو صعب إيه بتحمس، بس إنه نائب قباني لما تكون هيك بحالة هيك نفسية سيئة ما ترد على التليفونات أحسن. عيب لأنه حضرتك لازم تعرف إنه تكون في حدا عم بيقدم برنامج مباشرة على الهواء بيكون ما قادر يحكيك ويتسير معك تحت الهواء يعني، وياخد يعني إذنك ويقدم لك الطاعة تحت الهواء لحتى حضرتك تطلع على الهواء. هيدا برنامج بيصير مباشرة على الهواء وشكراً. ولو رجعنا لحتى كل منطقة تكب عند غير منطقة نفاياتها، وبيطلع لك خبر عاجل بهول الابليكيشن المستخدمينه نحن ليعطونا الأخبار العاجلة. بيوصل تم ضبط، بتقول أنت شاحنة أنه يا كوكايين يا أسلحة يا شيء، بيطلع شاحنة نفايات. قالوا بوقت متأخر من ليل الأول من أمس رصد عناصر من شرطة البلدية حدث بعلبك 6 شاحنات محملة بالنفايات، سلكت طريق فريك فرد بيان عيون السمان حدث بعلبك، فتمكنوا من ضبط شاحنتين وتوقيف السائقين، فيما تمكن السائقون الباقون من العودة بعد ما عرفوا بتوقيف زملائهم. يا قوى أمن طريق فريا هيك من فوق عرفتها؟ هات لشوف منين جايين هالشاحنتين. اوكي، تفيد المعلومات الى انه جرى حجز الشاحنتين الى حين الكشف عليهم من قبل خبيرين من وزاره البيئه والصحه بهدف اخذ عينات لمعرفه نوعيه النفايات بعد ما تردد انها بتحتوي نفايات استشفائيه وطبيه. وبهالصدد نفى السائقان بمحضر اقوالهم امام الاجهزه الامنيه انه تكون النفايات المحمله الطبيه ومسطره مستشفيات كسروان. بس رئيس بلدية حدث بعلبك علي زعيتر بيقول للأخبار اليوم أن فرن بقضاء كسروان كتير مشهور وعنده غنية. تشبه غنيتي. ايه، وهيدا الفرن الكبير بقضاء كسروان يبدو انه تم شحن سائقين لقاء 400 دولار عن كل حمولة. هيدا شغلة جديدة لكل شاحنة.
مستغربا قال تغاضي عناصر حاجزي الجيش بكفر ذبيان وحدث بعلبك مناشدا قيادة الجيش الإعاز بمنع مرور الشاحنات المحملة بالنفايات باتجاه القرى البقاعية. الرؤساء بلديات المنطقة قالوا أنه ممكن يغضبوا الأهالي ويهددوا باعتراض حركة الشاحنات المحملة بالنفايات على طريقتهم، فينتبهوا. الوزير باسيل بيقول انه ما صار مشكلة بالحوار، يعني ما صار مشادة، لانه المشادة بدها اثنين. هو الوزير فرنجية حكي وهو ما رد. انت شو بدك ترد؟ شو بدك تقول مثلا مثلا مثلا؟ عماد مرمل كتب اليوم عون هادئ وبري أطفأ مولداته. عم تخوفونا من تصعيد الخطير في البلاد. عن جد كل المقالات اليوم وهيك انه وقفت طاولة الحوار، الحكومة بحكم المستقيلة بعد شوي لما يستقيلوا وزراء التيار الوطني الحر ويصيروا عم بيصرفوا أعمال، كل الحكومة وهيك يعني رايحين على تصعيد خطير في البلاد، ما بعرف إذا في أخطر من هيك. طبعا لهلا مش عارفين اذا في جلسه مجلس وزراء، البعض بيقول قائمه، بيقولوا بعد انه رح تتاجل. طبعا نحن بنأجل المشاكل ما بنعالجها ولنشوف. الوزير تمام سلام، عفوا دايما بقوله الوزير، الرئيس تمام عم بيحاولوا يحكوا يعني انه لحتى يقنعوا بتاجيل الجلسه مهما كانت الظروف. طبعا تتحدث الكل يتحدث يعني عن تصعيد التيار الوطني الحر. سلاحاته وزبلاته، كل واحد يعيش لحاله. في خطوة عملها وزير العمل، لا بأس بها، منيحة. تلفت وزير أصحاب العمل إنه التبليغ الشفوي للأجير بالصرف منه تبليغ رسمي والوزارة لا تعترف به، وبالتالي يمنع على كل صاحب عمل إنه يصرف أي أجير من عمله دون توجيه إنذار خطي لإله. وتوضيح أسباب الصرف عملا بأحكام المادة 50 من قانون العمل الفقرة جيم والتي تنص على ما يلي، لما كانت قبل يعني موجودة. يجب أن يكون الإنذار خطيا وأن يبلغ إلى صاحب العلاقة، ويحق لهذا الأخير أن يطلب توضيح أسباب الفسخ إذا لم تكن واردة في نص الإنذار تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية. في ست حكيتنا من كم يوم بتشتغل عند حدا خياطة وهيك بلغوها أورال، لا؟ يا ريت قلنا له لروبير يسأله عن الموضوع. سجلت الحلقة ديجا.
ودولي غانم تبلغت رسميا شفهيا. الصبح وذهلت كان لازم نحكي عنه أكثر. علم موقع لبنان فايلز أنه تم نقل 5 من مناصري حزب الكتائب اللبنانية المعتصمين بمكب برج حمود بعد ما أصيبوا بحالات أعياء وعدم قدرة على التنفس بسبب السموم التي تبثها النفايات، علما بأن المصابين نقلوا إلى أحد مستشفيات العاصمة وبعدهم عم بيتلقوا العلاج من عدة أيام. والوزير شهيب عم بيقول لهم انه بيمشي بالحل الجديد، مهم يفلوا الشباب المعتصمين من امام مكب برج حمود. عم بفلوا يعني عم بفلوا لحالهم يعني بدون جميلتك، عم بفلوا على المستشفيات. مقال اليوم للينا فخر الدين بالسفير بتقول الأسير يضرب شبابه بسيف التعطيل. أنا نعيم عباس.